الأصدقاء، كان قبل الأصدقاء، قبل ما يسموا الأصدقاء كانوا معي في الشعبة دي، وهم كانوا قبلي موجودين بفترة طويلة جدا وبيعملوا أعمال، يعني عملوا أعمال كوميدية كثيرة جدا، ويعني كنت بشاهدها وكنت أمنيتي من الفترة دي إنه أنا أكون مع الناس. إنك تكون ممثل. أنا ما أعرف أبدأ لك سؤالي كيف، لكن بتزعل لما يعني أنت خلاص بقيت ممثل؟ نعم. وخلاص جابوا لك السيناريو وانت بديت تقراه وكذا. نعم. كل زول طبعا عنده دور، يعني معروف انه ده ليك ده وده ليك ده وده ليك ده. ايوه. قام المخرج حس بانه الدور اللي ادوه لك ما لازم عليك، يعني ما لايق اكتر، بينفع لزول تاني، وانت قمت حبيت الدور شديد وخشيت فيه، بتزعل لما يقوم يشيلوا منك او بتحس بانه يعني ليه انا ما بنفع، انا بقدر على اي حاجه، انا يعني مالي، يعني بتحس بحاجات زي كده؟ وطبعا شفتي دي، يعني ما في انسان بيقوم مثلا، يعني نحن بنكمل بعض، اللي هو المخرج والكاتب والممثل، دي لازم يلتقوا في انه مثلا يعني انه المخرج ذاته يعني كونه مثلا يقرا النص ويحدد زيد في دور معين، اذا معناته هو قد تنجح. انت مرات كثيره جدا انك الحياه كلها تنجح، لنفرض هو ما عارف وحاجاته، هو ما عارف، يعني انا مثلا انا لو مخرجه وعندي مجموعه من الممثلين عملت معاكم مسرحيات كثيره، خلاص انا بعرف انه ده على كل زول على حسب طبيعته، على حسب بيقدر يعمل شنو بيقدر ما يعمل شنو، انا بقدر في مسرحيات او في مسلسلات او في اي حاجه ثانيه انا بقدر اختار. لكن نفرض انا مخرجه جديده، يعني يا دوب دي اول مسرحيه انا حخرجها. ايوه ده بيختلف، بس كده سايس من سقط لقط، انا اخترتك انت كده وانت كده وانت كده، انت كنت خشيت الدول قريته ويا الله واقف قدام المرايه بساعات طويله تمثل، وفجاه يجوا يشيلوا منك الدوله زول وانت حبيته واتمسكت به. طبعا يعني انت هي ما بتحصل حاجات زي دي، انه مثلا مخرج يكون هو يعني اذا حصلت انت ذاتك ما بتكون عندك وجهه نظر، يعني مثلا ما بتكون انت مثلا المخرج ده بيقدر يعرف مقدراتك، بيبقى اذا هو طلب منك انك تعمل العمل ده وانت حاسس بانه العمل ده فيه انت في شخصيات في شخصيه معينه انت بتعديها بتتحاور، ولابد انه يكون في هنا. انا ممكن ارفض، انا كثير من الاعمال بيجيني برفضها، يعني بحس بانه انا ما لاقي نفسي فيها. اي صح، يعني كثير من الاعمال اللي مثلا ومن كتاب كبار، يعني مثلا جابوا لي عمل بطولي مثلا هناك بطوله، بقول لي اشتغل الشغل ده لقيت نفسي انا ما فيه، ما بقدر اديه هناك، ما هي عمل انت ممكن تقدر تعديه. صح، وما انا فيلا يمكن النص اللي انا قلته لك قبل شويه ده يمكن يكون بدايه لسؤالي. طيب شعراوي لما يكون زعلان بيحصل ليش؟ الله لو ورق زعلي. هو يعني انا غايته بالنسبه لي الزعل داك سام، يعني انا بزعل على حاجه شالوها مني، بزعل لما زول يشاكني، يعني ذاته اقسام، يعني والبكا ذاته ما بيك، يعني انا لما ابكي ما بكون ببكي في اي سبب. ايوه صح. انت عندك نفسي فكرتي دي ولا كيف؟ لا انا طبعا يعني لما ازعل عندي حاجه، يعني ما عارف انه في ناس بيستخدموا ولا ما، انا بستخدم الصمت، بصمت. لو صمتت كثير بيحصل السؤال، انت مالك ساكت. لما نسكت بفرق، يعني لو قمت انا مثلا انفعلت بلقى نفسي انه ما بقدر احدد قضيتي ولا بقدر اعمل اللي انا بنفعل، ولا بقدر انت ذاتك يعني انفعالي بكون زياده واكثر واكثر واكثر، بيضيع القضيه ذاتها، يعني ما بقدر اوصل، بنطلع من موضوع لموضوع ثاني. ايوه ما بقدر اوصل. لكن لما نصمت بلقى نفسي انه انا بقدر شغال مع الشخصيه جوا، بهدئ فيها، بقول في هنا، بوزن في الكلام، بعمل في الحاجات، باخذ بها فتره هنا بلقى نفسي انه انا اتجاوزت الحته بتاعت الغضب والزعل واللي نادى، يعني تقدر تهدي شويه من روعك بتاعت الصمت، بالصمت. لكن ما في كل الحالات انك انت مرات بتكون دار تصمت،
يعني بيحصل في اكيد في اشياء لازم انت تتكلم فيها وتثبت وجودك وشخصيتك و... لكن لما تسكت يعني انا حاسس اللي وجيت لقيتك ساكت سرحان في حياه معناها انا عارف انك انت زعلان مني. لا ما بل ما في كل الحالات ما في كل الحالات ما في حالات كده انك انت مثلا يعني ناس مثلا انت يعني انا هسه كثير جدا الناس بيقوم يقول لك انت وين؟ ايه انت وين؟ سارح كده وهناك كده انت فتحت خط يعني مثلا انا هسه دي مرات كثير جدا وممكن الناس بيفتكروها انا في المدرسه بيلاقونا باب الطباشير يعني زي أي ايوه بدوك هنا لانه فتحت خط بعيد هناك كده خرمتها. انا كثير مرات كثير جدا مع الشخوص اللي في النص بتصالح معاها وبتونس معاها كويس يعني مرات ممكن الناس يقولوا يفتكروها دي جنون ولا انك انت انا لكن ما بكونوا عارفين انه انا هنا. انا مثلا قريت مسرحيه بقوم بتابع الهناي انا ما عارف فيني حاجه كده بقت انه الناس يقوم يقول لي يا اخي انت ليه بتخش في الاخراج وهنا كده عندك حس اخراجي بتقوم ليه بتجي يعني بقوم انا بفكر مع بمشي مع الشخص ليه بتتدخل وبحولها وبعيشها يعني كثير جدا مرات انه مثلا بلقى نفسي انه انا في شخص بقت طاغيه علي انه لازم انا انفذها بنفس الشخصيه دي اللي هي في الذاكره الانفعاليه بتاعتي موجوده انه هي في حته ما في منطقه ما جيت لقيت الشخصيه دي وبقت موجوده. انا لو توفقت كويس في انه انا مثلا قريت النص ده ما انت عندك كميه بتاع الشخوص بينفع معاه خشوا في النادي ده. اذا ربنا وفقك في انه مثلا تختار الشخصيه وتكون هي جوا هذا بتكون طبعا بيكون في ابداع وبكون في حاجه او تلقى نفسك في اشياء كثيره يعني زول في اي حاجه في التمثيل في الرياضه في اشياء كثيره يعني انت لما تجي واضافاتك ذاتها بتحس بانه لما انت تضيف حاجه تشوف انه الناس عملوا بها بتكون حاجه حلوه ولذيذه وبتديك دفعه كمان لقدام. شكرا جزيلا لك احنا خلصنا معاك درب التمثيل وغضبك وزعلك والترحيل اول بس مشى خطوتين كمان شوية لقدام. خلصنا معاك الدرب ده بقول لك استنانا بكرة في نفس الموعد انت والمشاهدين حنتلاقى معاكم في نفس الموعد في درب جديد انا وانتو وطيب الشعراوي. الله يبارك.